قلتوا إني خطفت ولد، وقلتوا إني قتلت جيم. طيب شو الدليل وينه؟ أنا شو ما عملت فهو مشان أحمي بيتي ومرتي وبنتي وعيلتي كمان. فشو عملت أنا؟ فرهاد شو عم تعمل؟ تركه بترشك، لا تقتله فرهاد، خلص بعد شوي، خلص فرهاد بكفي خلص. أنا مستعد أعمل أي شيء بدك يا فرهاد، بس بدي بنتي وبدي عيلتي، كل همي بنتي. فيلدان قلي لنا أنت كيف متحملة زلمة مثل هاد، واحد ضعيف وما بيعرف غير يبكي مثل النسوة؟ قولي لنا الحقيقة. يلا شو اللي عم تقولي جوليدا؟ لا تمثلي علينا هلأ، قولي الحقيقة فيلدان، قولي إنه أبوها لبنتك مو جنيد، وإنه أبوها الحقيقي فرهاد، صحيح؟ شو؟ شو اللي عم تقولي إنتي؟ شو عم تعمل انت هون؟ شو عم تعمل انت هون؟ ليش؟ قلي ليش اجيت لهون على هذا البيت؟ ليش اجيت يا مجرم؟ ليش اجيت احكي؟ واحد مجرم الله يلعنك. ادخلي على البيت، يلا ادخلي، اهدي خلاص. الله يلعنك يا ندل. خذ الكله جوا يا اخرس. يلا أختي، يلا امشي قدامي. كيف بيجي هالرجال لهون؟ كيف بيجي يا أخرس؟ يا أصلي بس كيف تشرق؟ معلش تفهمني. مرت أخي فرهاد رح يحلها، اهدي شوي. لا لحظة شوي، شو هذا اللي عم يصير مع فرهاد؟ فرهاد شبه مع مين عم يتخانق؟ اللي صار إنه دخل جنيد على هالبيت وبدون ما حدا يوقفه أبداً يا سيد نامر. كيف؟ كيف؟ أنت قلي كيف؟ جنيد كيف دخل على البيت؟ أخي عبدين. أخي تركني يا أخرس. أخي استنى، لا تخلي الأمور تكبر أكثر، بترجاك اهدى شوي، فرهاد رح يحلها بترجاك. قولوا لي أنتم مناح؟ مناح. حكى شي زعجكم؟ فيلدان. لا ما في شي. نامق انت اكيد ما رح تسمح لهالرجال يدخل البيت مو؟ اصلي بنتي. مرت اخي. بنتي ديروا بالكم، خلونا نطلع لفوق، ساعدوني يلا ساعدوني. طبعا شفت هالعديم الاصل مرادتها، يلا بنتي يلا. ماما معلش نحكي أنا وياكي شوي. فرهاد أنا ما عملت شيء، الله وكيلك. مالي ذنب اللي صار، صدقني. شو يعني؟ انت بدك تقتلني؟ ليش سحبتيني هيك لنحكي مع بعض بالسر؟ شو رح يفكروا مخبيين هلا؟ كنتي بتعرفي انه فرهاد ابو ولا أزجي، ما هيك امي؟ ما فهمت. لا فهمتي علي ماما، خبيتي عني وخبيتي عن الكل، لهيك رحتي جوزتيني جنيد بهي السرعة، ما هيك؟ جاوبيني بلا حكي فاضي. جاوبي ماما، انت بتعرفي شي؟
صدقني فرهاد، ما عملت شي، ضليت ساكت كل الوقت وما حكيت شي. ومين هاي البنت؟ ما بعرفها ولا بعرف كيف اجت وحكت هالحكي كله. والله الله وكيلك ما بعرفها يا اخي، والله كنت عم ربي بنتك يا اخي مثل الاب كل الوقت. ما حكيت شي. بترجاك، لا بترجاك. طيب فكر بأوسكي، فكر إذا قتلتني شو رح تقلا لأوسكي؟ شو رح تقلا؟ احكي شو رح تقلا؟ حابب إنه تربى يتيمة؟ بابا، بابا حبيبي. حبيبي اشتقت لك كثير يا روحي. بابا حبيبي. هاي، وانا اشتقت لك كثير يا حبيبة بابا. لا انا اكثر منك. تعي نروح على البيت. يلا يلا بنتي يلا. كيف بيدخل هالرجال هيك؟ كيف بيدخل على البيت براحته يا تار؟ لا تخافي بنتي، أكيد الله رح يعاقبه على عملته. يلا لا تفكري أنت، بس ارتاحي. يلا يلا. اسمعي أخي، معه رح يحاسبه أكيد، ارتاحي. خدي كمان، هو رح يعصب كتير حدا يشوفه بترجاكم. أكيد بيكون فرهاد هلأ قلعوا برات البيت، لا تفكري بشي لو سمحتي. صح، اهدي بنتي اهدي. أوه. تمدد يلا، مدي إيديكي، فكري بابنك وبس. يلا مدي لي رجليكي. يلا ارتاحي ولا تفكري بأي شي. ما تكذبي علي ماما. كم مرة بدي قلك هذا الحكي؟ أنا ما بعرف شي. ما لي مصدقتك، بس كيف عرفتي هيك شي وضليتي ساكتة كل هاي السنين؟ ما وجعك ضميرك أبدا؟ كيف رضيتي تربي طفلة جوات عيلة كلياتها كذب؟ فهميني ماما. ما عندك رحمة أبدا؟ ما عندك عدل أو حكمة؟ جاوبيني احكي. بكفي حكي بهالقصة. يلا يلا، هلأ بيستغربوا طولنا هون. يلا يلا امشي. رح نحكي. ما في أي شيء لنحكي مع بعضنا. لا في، بدي تجاوبيني ولو مرة واحدة بحياتك بصدق. بكفي. ما سمعت منك لحد هلأ ولا كلمة حلوة تريحني وترضي قلبي. ما بكفي سرقتي حياتي كلها هيك؟ سرقتي فرحتي من إيدي؟ لو ما تدخلتي فيني كان يمكن فرهاد يحبني. ماشي يمكن ما كان حبني، بس انتي حتى هذا الأمل الصغير أخدتي مني. أخدتي مني هالأمل. معقول انتي تكوني أم عن جد؟ انتي وحدة مريضة عايشة بعالم الخيال وبس، حابة فرهاد ومتعلقة فيه، وياريت فرهاد شايفك. قليلي شي مرة فرهاد اهتم فيكي؟ طلع عليكي شي مرة أصلاً أو حكى معك؟ لهيك فكري إنه أكبر معروف علمتك يا بحياتك هو إني جوزتك جنيد بوقتها، أو كنتي عشتي حياتك عم تتحسني على حالك. ووقتها يا بتقتلي حالك من الزعل يا بتقتلي فرهاد. لهيك أنا أنقصت حياتك، وبدل ما تتشكريني عم بتخانقيني بدون أي خجل. عيب عيب، اخجلي. كان ممكن عيش حياتي مبسوطة، كان ممكن تكون حياتي أحلى ماما. يمكن غيرتي مني لأنه بابا ما حبك أبداً، لهيك حكمتي علي عيش نفس حياتك أنتي. نجحتي ماما، لكن هاي أنا مثلك ما تحبيت. شفتي يا ماما، صرت مثلك.
ماما. معقول انتي مبسوطة هيك؟ جاوبيني، مبسوطة؟ يا ماما، يا أمي. ليش زعجين حالكم؟ لا تفكروا. وينه فرهاد؟ تركته بالحديقة خالي. يلي شايفته إنك عم تمشي بالبيت على راحتك جنيد، مو هيك؟ وكأنك مو خايف من فرهاد. لأنه فرهاد ما رضي يفرق بين الأب وبنته بالأخير يا أديل، وخلص رح يجي بعد شوي. يلا بابا، تعال نطلع لفوق ونرسم لأنه ماما جابت لي ألوان جديدة وحلوة. أمرك يا بابا، أمرك. منطلع، عن إذنك خالي. عن إذنك يا مرت خالي. مو معقول قديش هو وقح، عم يستغلها للبنت. عن جد شي غريب. بنتي أنت منيحة؟ إذا بدك منخبر الدكتور. لا أنا منيحة، يعني مغص بسيط وبروح، بس أخذت الدواء وارتحت. اطمني أنا منيحة عن جد. جوليدا، أنت نزلتي قبلنا لتحت، عن شو كانوا عم يحكوا؟ أنا ما سمعت شي، لأنه أصلاً هن كانوا كتير عم يصرخوا، وكان هداك الرجال عم يضل يقول بنتي بنتي. يمكن كان اسمه جنيد أو هيك شي. الله يلعنه. يعني أنتي ما سمعتي أي شي تاني؟ راح جنيد فرهاد؟ أنتي لا تقلقي، حليت القصة، لا بقى تخافي. تلفت أعصابي كتير عن جد فرهاد، ماني حاسة أني منيحة. ماشي ماشي، لا تفكري بهي القصص أنتي أبدا. بصعوبة هدينا مرتك فرهاد، خفنا يصير شي للولد من التعصيب. أنتي تعي معي. شوفي أنا؟ ارتاحي. شو عم بصير؟ أنتي اهدي. شوفي الماما هون كمان، شفتيها؟ ماما ليك بابا رجع، وعدني يرجع وهي رجع، رح نرسم مع بعض. حلو كتير. تعي ارسمي معنا، منتسلى ومنعمل نشاط مع بعض مثل العيلة المثالية. اي ماما يلا تعالي. حبيبتي اوزكي، انا تعبانة، روحي هلأ انتي والعبي مع بابا، وبعدك المرة الجاية رح نلعب اكيد مع بعض. ماشي؟ ماما خلصنا بابا، الماما تعبانة، عم بتقلك هالحكي. ما تضغطي عليها، حرام خليها تريح راسها شوي. ماشي بوعدك رح نرجع نلعب مع بعض، تمام؟ روحوا انتو. كيف نمشي؟ تك 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 تك. استني لحظة لأفهم شغلي. شوفي ماما، انتي بتعرفي انه جنيد جاي على البيت، ما هيك؟ ومن وين بدي اعرف انه جنيد جاي؟ مو عم يتصل فيكي دائما؟ يلا احكي بسرعه. ما كنت بعرف. ماشي ما بعرف، ويا ريت يموت وارتاح منه. ليش هيك عم تلوميني على كل شيء بخص جنيد؟ بدي لومك يا بنت، ولا نسيتي قصصك اللي عملتيها؟ ماما تركيني بحالي. ماشي تركيني، وما بعرف شيء عن جنيد وما رح اعرف. ماشي منشوف جلسو. قلي فرهاد لوين رايحين؟ اركبي. ايه بركب، بس قلي لوين رايحين؟ شو هاد يا الله؟ مو فرهاد يلي كان عم يقول امبارح انه مين عم يساعد جنيد؟ انا واصلي وابننا طبعا. رح نطلب الإذن منك. ما فهمت شو قصدك. فهمت فهمت، بدنا نرسم طريقنا لحالنا. عم احكي معك نامق؟
شبو فرهاد؟ مو هو يلي كان عم يسأل عن جنيد ليش عم يتصرف هيك معه؟ كيف هيك الرجال اللي بيتفتل بالبيت على راحته؟ مسحة هي يعني؟ عم يستغل بنته أنت شو متوقع؟ وفرهاد طيب وضعيف قدام الأولاد. أنت ليش خايفة لهالدرجة هي؟ شوفي يعني لأنه جنيد كتير خطير، ما بقى شي ما عمله. أصلي قوست عليه بتحب ذكراك؟ العيشة معه بنفس البيت شي مو سهل أبداً. أصلاً غريبة كيف أنت مرتاح هيك بهالوضع. صحيح مرتاح بس أكيد ماني مبسوط. راح نشوف شو راح يصير بالأيام الجاية. كان فيك تدقي الباب قبل ما تفوتي. ناديت لي؟ إيديل اسمحي لنا إذا بتريدي. إيه عن إذنكم لكان. عم اسمعك. يا الله يا الله سعد، معقول تكون هاي حقيقة؟ معقول تكون هاي حقيقة؟ قولي الحقيقة، قولي إنه جنيد مو أبوها لبنتي وأبوها فرهاد، ما هي؟ وين التاني؟ ليكو يلا روح نشوف أم تخبي. يلا يا بنتي يلا. وين هو؟ وأخيرا مسكناه. شوفي مين إجا يا بنتي، خالته قلسوم. حابة تلعبي معنا؟ معلش تلعب معنا خالته قلسوم؟ ايه طبعا. يلا تعي. انت ليش لهلأ ما رحت؟ لأنه مبسوط باللعب أنا وبنتي. ليش لروح؟ صحيح أخوكي فرهاد ضربني وخانقني، بس بالأخير ندم كتير وزعل كمان. قال لي لا تروح جنيد، قال لي كيف بدك تروح وتترك هاي العيلة والبيت وممكن إنه كل شي يخرب بغيابك. ما قدر يتحمل. وأنا متأكدة من هالشي. اقري شوية كتب، كتب تطوير الذات لتفكري بإيجابي شوي، بلكي بتتحسني يا حلوة. طلع برا هالبيت جنيد. شش، عيب هالشي قدام البنت شبك. بعدين تركيني أنا، في خبرية مثل القنبلة الكبيرة بوووو عم تمر عنا. الله الله، شو هي هالقنبلة؟ شي كبير يا بنت، اسمعي من أخوك الحبيب. لعلمك أنت وثقتي بحياتك بناس بعدد الفيران اللي نحن مسكناها. عادي. يلا بابا خلينا نكمل التخباية. ايه بنتي يلا خلينا نشوف البيت الصغير. وين البطة الصغيرة؟ وعك 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 وعك. الله يلعنكم، الله يلعنكم كلكم، الله يلعنكم كلكم كلكم، خربتوا لي حياتي كلها، سرقتوا لي الأمل الوحيد. فيلدان، فيلدان انت منيحة؟ ما كنت بحياتي منيحة قد اليوم. ما جرحتي ايديكي ما هيك؟ كيفك انت اصلي؟ انا
أنا منيحة على قد ما فيني كون. اسمعيني شوي، نحن دائماً منزعل على نفس الموضوع. أنا فهماني عليكي، بس لازم نهدى شوي فيلدان. نهدى؟ لازم نهدى؟ لأنه أنا تحققت كل أحلامي مو؟ ما فهمت عليكي شو عم بتقولي، قعدي شوي ارتاحي يلا. لسه ما عندك خبر عن الشي اللي صار معي؟ إذا كان قصدك على جنيد، أكيد فرهاد رح يحل القصة، رح ينال جزاؤه. صدقي هالشي وبس. ماشي ماشي، اتفقنا ما هيك؟ ورح يعمل كل شي مشان تضل بنتك تلتقى بأبوها. خلص لا تزعلي. يلا يلا بكفي زعل وبكي، ما بيصير هالشي، بكفي. عم نعيش أيام صعبة، يلا نامي وارتاحي شوي. ماشي اهدي. الحياة غلطت بحقي وبحقك أصلي. اهدي يلا اهدي شوي بقى. ماشي بترجاكي، أنا حابة أبقى لحالي شوي. أنت متأكدة؟ لو سمحتي. طيب إذا بدك شي. وما بيصير يطلع من البيت. بس هو ما طلب إذنك، قال بدهم يمشوا. برأيي ما فينا نعمل شي بنوب. يا تار احكي مع فرهاد، مرته حامل وما بيصير يطلع من البيت، فهمي بأي طريقة، قولي أي شي، حكي منعي. بس أنا شايفة إنه هنن قرروا صح، لهيك إذا خطأ أو صح رح أوقف مع فرهاد بكل الأحوال. اسمعي مني يا تار، احكي شوي مع فرهاد أنت. وشو بيصير إذا ما حكيت؟ أو حكيت العكس وأقنعته أنه هنن لازم يروحوا، شو رح تعمل؟ رح خليك تندمي. خوفني كتير يا نامق. بدل ما تعطيه هيك الأوامر دائما، وبدل ما تقله شو لازم يعمل، كون أب ولو مرة. اسمع، انت غلطت كتير لحد هاليوم وصار عندك كتير أعداء، اعمل شي صح ولو مرة بحياتك. وشو برأيك الصح؟ لا بقى تخطط أو تتحكم بحياة الناس، ولا بقى تتدخل بحياتهم على كيفك. سأل حالك مرة، إذا فرهاد مبسوط ما بتخسر شي بنوب؟ هون أب لإله مشان يتصرف هو معك مثل الإبن. إذا عرف الحقيقة أو حتى ما عرف، احكي لي لشوف من وين جبتي هالحكي. أنا حكيت هذا الحكي بس ليوقف الخناق فرهاد. اسمعي لا تكذبي، إياكي تكذبي. مين وإمتى حكالك؟ خبريني يلا، قولي قبل ما يخلص صبري. كل القصة إنه أنا شفته قاعد على الأرض وعم يبكي وعم يقول بنتي ويصرخ، لهيك قلت يلي طلع معي وهذا اللي صار وبس. احكي من مين سمعتي؟ هاي هون؟ ايوه الله الله. انا وفيلدان حكينا شوي مع بعض ولحالي توقعت هالشي من حكيا بوقتها. ليش شو قالت فيلدان؟ ما قالت شي، شربنا وحكت انه كنتوا قريبين من بعضكم كتير ولهيك انا توقعت. فيلدان هي اللي قالتك البنت بنت فرهاد؟ ماني متأكدة بس شكيت شك. طلعي فيني، فهمت انك بنت اختها الاصلي، بس لازم تعرفي انك عم تزعجيني، فهمتي علي؟ انا ما عملت هالشي قصدا فرهاد. انتي عملتي هذا الشي لما اجيت اصلي، ماني غبي، فهمتي؟ انا ماني غبي،
فكرة أني ما انتبهت عليكي، ما هيك؟ لشو عم تخططي أنتي؟ ما بعرف شو عم تعملي، بس رح أعرف، رح أعرف، فهمتي؟ وإذا تضايقت أصلي أو زعلت من أي شيء، أو حتى إذا صار أي شيء للولد، رح حاسبك. برأيك لو كنت بعرف إنه خالتي إجت كنت رح أحكي شيء؟ شو عم بتقول أنت مشان الله؟ فهمتيني ما هيك؟ فهمتيني ولا لا؟ فهمتي؟ أصلي ما رح تعرف بهالقصة، وإذا عرفت فأنتي رح تندم. قلتي بدي دور على خالتي ورحتي لقيتيها لحالك، فإذا بدك تضلي بتضلي باحترامك، وإذا عملتي الغلط ورحتي هربتي بعدها رح لاقيكي وين ما رحتي أو تخبيتي، وبطالعك من أي حفرة أنتي فيها. فهمتي هالشي؟ أحكي فهمتي؟ ايه طبعاً فهمت فرهاد. عيني ماشي، بعرف اسم واحد كمال يازجي. ايه يا شخص من عيلته حتى. ماشي، ناطر خبر منك. مع مين عم تحكي حياتي؟ أدر فيه. طلبت منه يدور على أثر لرجال اللي استهدفوا أخي. يجيت أنت متأكد؟ يعني نحن اتفقنا نترك كل شيء ورانا ونبلش من أول وجديد مرة تانية. أنا ما قلت هيك شيء سونا. طيب ماشي سونا، اسمعي، يمكن لو ما شفت العم صمد وخلاني أقرف باللي حكاه عن نامق كنا كملنا لقدام، ومع هيك ما بترك عيلتي وراي، ما بسمح لحدا يطلب مني اتخلى عنهم. لسه عندي شكوك بهالقصة وما رح أطمن لأفهم لحتى أرتاح. إذا ما فهمت شو صاير كيف بدي كمل؟ فهمت. طالع أتمشى شوي. طبعاً. لا تقومي، خليكي، لا تقومي، خليكي هيك. انت منيحة؟ تعي لشوف كيف صرتي. منيحة، يمكن غفلت شوي. فرهاد، ما رح تسمح لهالرجال يمشي بالبيت على كيفه لو شو ما صار، ما هيك؟ ما فيني اتحمل هالشي عن جد. مشان أوزقة، أوزقة يا أصلي، الطفلة ضايعة، شفتها من شوي ركضت لعند أبوه وضمته لأنه اشتقت له. الواحد بيجمد بهيك لحظة. بس جنيد، هاد آخر واحد بيستاهل يكون أب أو يكون عنده بنت. أوف، أنتو لحقتوا من قبل وما اهتميتوا لأوزقي، ليش هلأ كتير مهتم هيك؟ ما عم بفهم ليش فجأة صارت مهمة هاي القصة عندك. ماشي، ريحي بالك من هالقصة خلاص. ماشي، بنت صغيرة وأنا عم أحكي هيك بترجاك فرهاد؟ خلينا نمشي من هون. رح نمشي لا تخافي، وأنا حكيت مع خالي. شو قال؟ شو ممكن يقول؟ ما عم ناخد رأيه. لا، ما عم ناخد رأيه أكيد، بس القصة ما بصير نروح بهيك ظرف. بالأخير عنا عائلة والوضع صعب، بس خلص رح زبط الأمور لا تخافي. صح، شو بدي أقول، معك حق، بس لا تخلي القصة تطول بترجعك. لا تخافي، لا تخافي، أنا هو. إذا خفتي هو كمان بيخاف، ما؟ يعني أحياناً بصير هيك شيء،
بحس باللي بحس فيه. وإذا فرحتي بحس فيكي؟ إيه طبعاً طبعاً بحس. طيب هو بيوثق بأبوه؟ أكيد. وأنت بتوثقي؟ وأنا كمان. تعرف إنه هذا المكان أأمن مكان بالعالم؟ معقول عم تجهزي برا بالحديقة؟ منغير جو شوي ومنقعد برا اليوم مع الأخرس كمان جلسون. حلو. الكل رجعوا على غرفهم والجو حلو برا، والسيد نامي قصة هاندان ما بدهم يتعشوا اليوم. ايه ماشي. في شي تاني لحتى أخده؟ ايه فيك تاخد هاي معك كمان والمحارم. ما هيك؟ باخدها. أهوليا فيك تزيدي طبقين تانيين على الطاولة مشان تتعشوا معنا إذا بتحبوا. لا سيد عابدين ما بيصير هيك، أنا بيجي كل شوي وبشوف إذا كان لازمكن شي. وأنا بدي أقعد معكن كمان، وبيكون تغيير إلك بما أنه ما عندك شغل. يلا فكر. بيصير. يلا. أوه ما شاء الله. نحن قلنا ما بدنا ناكل لأنه ما قلنا نفس لشي بالمرة، وفي ناس عم بتزبط قعدة ورواق. صح ماما، تفضلي تعشي معنا. لا صحة وهنا على قلبكن. الله شو ناخد كمان؟ انتي بتلاقي الأحسن دائما يا مرة. رجعتي لعادتك القديمة. تركني بحالي. فيلدان بتعرفي أنا زعلان عليك، عرفت أخيرا شو هو سر حياتك. كيف حاسة؟ وأنت تصرفت بشكل حلو. كتير بيهمك جنيد؟ طبعا بيهمني، هاد أكتر شي بتحبيه. بس أنتي مو فاهماني شي. مشان الله كيف حاسة؟ حلو، جد إحساس حلو كتير. إنه ما يكون عندي طفل منك أنت إحساس حلو كتير جنيد. ولما يكون هذا الطفل من فرهاد أحلى ما هيك؟ تخليني أقلك شغلي، وقلت هاي الشغلة لفرهاد. أوزكي بنتي أنا، وهو بيعرف هالشي. طلع لبرا جنيد. بطلع، مو هاممني إني ضل، بس حابب أسألك، جالا أو جوليدا أو شو ما كانت تكون اسمها البنت، من وين عرفت؟ ليش عم تسأل؟ الشي اللي أنا بحبه، العنب باكله من دون ما أقاتل الناطور. شفتي كيف ما حدا حكى ولا كلمة لحتى ما تعرف أصلي؟ أنا وصلني اللي بدي إياه. ها؟ فيلدان، جنيد مبسوط لأنه رح يرجع يعمل عيلة حلوة مع فيلدان مرة تانية، شي حلو. ها؟ بتطلع من وشي. طلع طلع قلت اطلع. طالع. راح اروح لعند بنتي. تصبحي على خير. Thank you.
عم تسمعي هاد الصوت الصغير عم ينبض، يعني قلبه ما بعرف هيك. قولي إنه جنيد مو أبوها لبنتي، وأبوها فرهاد، ما هي؟ أنا ضليت ساكت وما حكيت شي. الله وكيلك كنت عم ربي بنتك يا أخي مثل الأب كل الوقت. الله وكيلك ما حكيت شي، أنا ما حكيت شي بترجاك. لا تحمل هالولد بحضنك، بتشم ريحته وهيك بتحس إنك أب. بابا، بابا حبيبي، تقتلك كتير يا روحي. بابا حبيبي، نخب الصحة والفرح. رح شارككم بالمي أنا لكان. هوليا يلا هاتي صحن إلك وتعي. لا أنا منيحة هيك سيد عابدين. هيك رح عصب أنا. يلا يلا. بدك جبنة؟ ايه باخد لي قطعتين. تاخد أنت؟ شكرا يا أختي. أيوة هيك. شكرا سيد عبدي. شو بتاكلي؟ انا باكل بعدين. شو بعدين؟ في مين عم بيضيفك؟ انبسطي بهالشي. يلا هوليا. هاد الحب. الله يسامحك اخي. هاد الحب طبعا. الحب. قلي لي يا هوليا، مو زينب انخطبت بهالطريقة ولبست الخاتم؟ هيك بتذكر حكت لي من رقبة. ايه صح، لأنه هنن كان إلهم فترة طويلة عم يحكوا مع بعض، ولما أصرت البنت مشان الخاتم وحكت معه صارت الخطبة. الله يسعدهم ويفرحهم، عقبال عندكم كمان. يعني بالآخر الخاتم هو قطعة معدن مو أكتر. خلينا نقول الله يقدم اللي فيه الخير. انت قصدك انه بيكفي انه الارواح عم تتخاطب مع بعضها هوليا؟ هيك شيء. صحة وهنا. تفضل ابن خالتي. يلا تفضل. يلا متضايق شوي، بدي اتمشى. يلا كله صحة وهنا. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın
sevgilisine. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme benim. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. فرهاد؟ أصلي كيفك؟ أنت شو عم تعمل هون؟ مكان ما قوصتي علي، تعرفي؟ أنا خطفت أوزكور، أنا قتلت أخوكي ورح أقتلك أنت. بعد لا تقتله، لا جنيد، بعد لا لا تقتله. فرهاد جوليدا، يلا وهلا انت رح تمشي بأدبك وراح أدلني على مكانك وراح خليك تشوف أوزجي إمتى ما بدك. عيني راح تكون عليك دائما. أخي أنا هون ببيتي ومرتي وبنتي وحياتي هون كمان. لا تزودها. أخي
شي يوم رح تعرفوا انه انا بريء وما لي ذنب، ورح اثبت لكم انا هالشي هاد، ورح تعتذروا كلياتكم مني. ولك كلب، لك حتى لو كنت صابونة فما لك رغوة. آه يا رفيقي قديش يا حلو، لك ما صار لأصلي ولا شي كمان، ولا شي مثل الأميرات بترجع بتفرح مرة تانية، وزوجها البطل فرهاد أنقذ مرته الحلوة، طبعا كل شي عنده، كل شي حلو كتير. جوليدا ما عنده شي حلو. انت شبكي علقتي على هدول الناس؟ ما عندك شغلة تانية؟ لا ما عندي شغل تاني، لا شغلي أنا هدول الناس وبس. إيه بس ليش هيك؟ بتعرفي إنك ضيعتي عليك هاليومين؟ كله كرمال ماما، أمي ماتت من فترة قريبة، ماتت وهي عم تتوجع، طلبنا من هدول الناس يساعدونا، اتصلنا فيهم كتير بس ما رضيوا يعطونا وقت من حياتهم لحتى بس يساعدونا. أنا ضيعت عقلي ما هيك؟ بس صدقني ما رح ضل هيك، أنا رح لاقي حل. أنا بدبر القصص. اسمعيني، هدول سألوا عنك، روح تسلي شوي. مين اللي سأل؟ ما بدي، لا مالي مصلحة. ايه مثل ما بدك. ما رح جاوب، ما بدي جاوب، لا تقلقي علي كتير بعد اليوم، خليني يكون مصيبة فوق راسك وبس. ليش فايقة أنت؟ جوليدا مو هون، مو موجودة بغرفتها، متصل ما بتجاوب، وين كنت أنت؟ مين هاد؟ ألو؟ وينك أنتي؟ آه أهلين أخي الغالي. وينك أنتي؟ أحكي. أنا ما حبيت ضل قدامكن وزعجكن، عم أتمشى شوي. ماشي قولي وينك أنتي لأعرف. يلا. أنا بملها هيك قريب من هون، هذا الملهى المخالف للقانون، بس لا تخاف معه ما عمل شي بزعل خالتي. وين هي؟ ليش ما عم بترد على اتصالي؟ فرهاد ممكن اجي معك؟ نامي وارتاحي انت، انا بحلها. بكفي هيك جوليدا، لا تتضايق، استنى بدي اسألك سؤال. اسألي. انت مثلاً كان عندك حبيبة قديمة ماشي؟ هيك فجأة تكتشف لحالك انه عندك من حبيبتك القديمة ولد وما بتعرف؟ شو بدك تعمل؟ يعني القديمة؟ ايه القديمة. عندي ولد؟ ايه ولد. يمكن يعني اذا كنت بحبها قبل وصار في ولد يمكن ارجع اجرب. شو؟ ارجع معه. ترجع؟ لحظة، لأنه أنا خبرتك الحكاية ناقصة، وأنت متزوج كمان، شو الحل؟ ما بتعرفي ما في فرق، إذا كنت متزوجة وأعزب مو مشكلة، لأنه بهيك قصص بالذات النسوان بتتمسك وبتحب القفص بأي شكل، لأنه المرأة إذا كان بدها شيء تسجن الرجال بقفص وبتسكر عليه، فهمتي علي؟ يعني عكيفة بتقول له تعال أو روح. تعرف انه انت رجال ذكي كتير؟ نبهتني عشي كتير حلو عن جد.
يعني أنت عم تقول إذا بدها المراشي ولو شو ما كان بيصير صح لك؟ أنا عم أشرب مشان هالشي بس ما بقى أدفع فاطلب لي أنت لو سمحت له جاي. كيفك يا حلوة؟ روح من هون ولا تزعجني مو رايقة أبداً. لا تردي هيك، ما بيليق ببنت حلوة مثلك تحكي هيك. شيل إيدك. شو هالوقاحة؟ امشي روح من هون. امشي يلا تعي لهون. واحد متر ما بدي رخصات مو على كيفك. شو عم تعملي انت؟ خلص ارجع لورا. كثر حالك يعني روح من هون. عم اقول لك تعي لهون. خلص شو صار لك؟ يعطيكم العافية. في شي ست أصلي؟ لا ولا شي، كنت ناطرة فرهاد بس لسه ما اجا. ايه لسه ما اجا. معلش اسألك بنت اختي امتى طلعت من البيت اليوم؟ طلعت مع السيد فرهاد وما رجعت على البيت، قصدي ما شفتها، ما شفت بنت اختك من وقتها. عن جد عم تحكي؟ يعني هن طلعوا مع بعض؟ ايه، وكان السيد فرهاد معصب. سألت بنت اختك لوين رايحين بس السيد فرهاد ما جاوبني. شو عم تقول؟ جوليدا؟ جوليدا؟ شو صاير معك؟ وين كنتي؟ كنت عم غير جو انبسط خالتي. شو يعني عم تغيري جو؟ طيب هاد منظر حدا مبسوط؟ بعتذر منك. يا الله يا ربي، شو؟ شو عم بيصير فرهاد؟ دخلي على البيت يلا. يا الله أنا رح جن. شو عم بيصير مع هالبنت؟ خانقتها شي؟ يلا رح تبردي هون، تخلي لجوا. بس دقيقة واحدة قلي شو في احكي. شديت لها أدنى شوي. ليش هيك؟ لأنه هي عم تحشر حالها بكل شيء. بالله جد عم تحشر حالها؟ البنت شو عرفها بهالشي فرهاد؟ انتهينا أصلي. ليك بترجعك، أنا تعودت على طبعك بس هي بنت لسه وصغيرة ما بتعرف. لهيك ليك بترجعك لا تتخانق معها. يلا تعالي ارتاحي. رح روح وشوفها شو عاملة. روحي نامي وارتاحي. بس اطمن عليها، ما شفت حالتها كيف فرهاد؟ الأحسن تتركي هالمشروب. هو اللي ما عم يتركني. بس أوزقي محتاجتك ما هيك؟ وبحاجتك إلك. اسمعي ما بعرف إذا هاد الحكي صح. معك حق ما بتعرف، بس يمكن يكون صح. ولو كان صح، إذا هي بنتي. قول يلا، قول اللي بدك تقوله. قول إذا كانت أوزجي بنتي. لا تخاف، لا تخاف فرهاد، لما تقول ما رح يصير فورا. بتحمل المسؤولية، ما في مشكلة. بعرف بعرف. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير بنتي. وينو فرهاد؟ طلع بكير هو. انتي قاعدي كلي بيخلص شغله وبيجي. صحة وهنا. على قلبك. نحن عشنا ظرف سيء امبارح، لأنه بعرف إنه جاية جنيد زعجتنا كلياتنا. فعلاً الكل اتضايق. بس ما تقلقوا، أنا ما عاد أسمح لجنيد نوجد بحياتنا بعد هلأ. ارتاحوا كلياتنا. كيف رح نعمل هيك؟ لأنه فرهاد عمل اللازم، قلعوا لجنيد لبرا وبيشوف أوزقي لما بده. هيك اتفقوا. لنشوف جنيد إذا بيلتزم بهالشي. غصب عنه، لأنه كل شخص مجبور يتحمل نتائج أعماله. لازم ترتاحوا، ما بقى مسموح لجنيد يدخل هذا البيت أبدا. الله يبعده، يبعده عنا ونرتاح من عمايله. يلا كله صحة وهنا. صحة وهنا. في نتيجة باسمي أنا. شو اسمك؟ فرهاد أصلاً. إذا سمحت استنى شوي. ألو. ألو فرهاد، وينك أنت؟ عندي شغلة صغيرة رح خلصها وارجع. ماشي يا روحي. يلا ماشي. خلينا نعرف الحقيقة، لو شو ما كانت يمكن نرتاح هيك. اللي شوفي بيراقبوني. غالبا فرهاد هو اللي بعتهم. روحي انت. ايه شو رح نعمل؟ رح حاول انه ضيعهم وبرجع بتصل فيكي. يلا ماشي. أنتي محظوظة، بفضلي قدرتي تتنفسي وترتاحي شوي. من وين بتعرفي هذا الحكي اللي قلتيه؟ كيف عرفتي فيه؟ عم تمزحي معي شي؟ أنتي قلتي لي. أنا قلتلك؟ إمتى أنا قلتلك؟ مو معقول أحكي مثل هالقصص. عم تحكي عن جد؟ فيلدان لا تقولي هيك، مشان الله يوم رحنا وشربنا قعدنا وحكينا كتير مع بعض، أنتي اللي خبرتيني عن فرهاد هالشي. حتى أنا سألتك يومها، قلت لك الصغيرة منه، قلتي لي إيه. بس أنا متذكرة كل حكينا. أنا ما قلت لك هالشي، متأكدة. مع كل حال، قلتي أو ما قلتي فيلدان مو مهم هالشي، صح أو لا، هذا هو المهم. تعرفي إنه هالشي كتير حلو؟ يعني أولاً ولا أخيراً رح تبين الحقيقة وعرف فرهاد بالقصة، هيك أحسن. وإذا هو عرف شو يعني؟ شو اللي رح يتغير؟ لا تحكي مثل المجانين فيلدان، أنتوا في بيناتكم طفلة، أكيد لازم يكون جنبك هلأ.
معقول يكون جنبي؟ انتي مجنونة شي؟ طبعا رح يكون، هو مضطر على هالشي، هذا الشي اللي لازم يصير مشان الصغيرة بس. حبيبتي وأصلي كمان حامل، رح يكون عنده ولد منا. أنا بحب خالتي كتير، بس الطفل يلي ببطنه كل عمره 3 أو 5 أسابيع وما حدا بيعرف إذا بيضل أو لا. هاي الشغلات مو بإيد حدا، هذا نصيب وقدر. أدي عمر بنتك أنتي؟ 8 سنين، وهي محتاجة لأبوها أكتر. هالحكي كتير صعب يطلع مني، بس مضطرة أكون واقعية. شو الحل؟ برأيي أنتي يلي بتستاهلي فرهاد. النتيجة توافق مع فرهاد أصلاً بنسبة 99%. نعم أخي. يا جيت إذا في مجال بدي أحكي معك. فرهاد أنا لا تقل لي مكانك ماشي، بس المسألة مختلفة ومحتاج لألك كتير. أنا محتاجك هلأ عن جد. يعطيكم العافية يا شباب. لكم من هاي الجهة بس انتبهوا للسلمة هنيك ماشي؟ ماشي مدام. إيديل؟ شو هاد؟ انت ممكن ما تحشري حالك بالمواضيع يلي ما بتخصي؟ فهمت، شكلك معصبة كالعادة. كان فضول بس، غلطت بشي؟ لهالدرجة زعجتك؟ ليكي جوليدا، انت ضيفة هون، تصرفي على هاد الأساس، أوكي؟ بس أنا بحب قلك إنه ما حدا بيعرف شو ممكن يصير، يمكن أي شيء يتغير. ما بظن هالشي. شوفي أنا ملاحظة إنك عم تنتبهي، تعلمتي تضلي بعيدة عن نامق، ما هيك؟ برافو عليكي، استمري بهالطريقة هي، ما بتعرفي يمكن يطلع لك فرصة تبقي يوم زيادة كضيفة عنا. عم بحكي غبية. عفواً، وصلت الطلبية سيد نامق وعم يطلعوها. ماشي بنتي، اسلموا. طلبات شو اللي وصلت؟ قلنا أنه الولد راح يحتاج كم شغلة وطلبناهم لحتى نجهز لياهم بغرفته. شو قلت؟ مثل أي كبير بأي عائلة، أمنا بواجبنا وبس. عفواً، بس شو اشتريتوا؟ طلعي وشوفي. أصلي تعيشوا في هدول شو حلوين؟ ما بعرف جلسوم، ما كان في داعي لهالشي، وأصلاً ما بعرف ليش هيك تصرف. عم يقدم هدية للولد، ما فيها شي. شوفي هاي شو حلوة، بتجنن. كلهم حلوين كتير. أصلي محظوظ هالولد. عن إذنك.
مدام وين نحط هي؟ ما بعرف، اتركها هون مو مشكلة. انت جنات شي؟ اصلا انا بدونك حياتي كلها جنان، شو عم تحكي انت؟ لك اعملي استطاعتك ودبري لي سيارة مفيمة بشبابيك سود، يلا تصرفي. ما فيني لاقي، ما فيني دور لك على هيك شي، من وين بدي جيبها؟ روح اشتري استأجري، تعرفي تعملي اي شي انت. تركني بحالي جنيد، تركني بحالي مشان الله، خلص بكفي. شو عقوبة هاي؟ الله الله، ايه ماشي، الوضع مناسب، رح احكي مع اخوكي وخبره الخبرية وحجري شو رح يعمل. بيقلعك انت من البيت؟ ومنصير احنا الاثنين مطرودين وعنا ولد صغير يا حلوة، انا تعودت. فكري انت. سكر، يلا سكر. هيك بصير الشغل. ها؟ قول ليش ما بدك تنام؟ ليش ما عم تنام؟ عم تلعبني؟ تعال لكن لنحكي مع خالتك سونا مع بعض. يلا لشوف. ها؟ نتصل من هون. سونا. أهلين ماما. سونا بنتي، طمنيني عنك، أنت منيحة؟ ماشي الحال ماما. كيف أزقول لكان؟ ما اشتاق للمدرسة؟ القصة مو المدرسة، بس اشتاق لكل رفقاته أكيد. أخ يا بنتي والله بالي مشغول عليكم، اتصل ييت من فترة وما عجبني صوته، حتى أنه سألني شوية أسئلة عن وفاة أبوه. شو في بباله وعلى شو عم يدور هو؟ ما عم أفهم لأنه شغل لي بالي. لا تقلقي، ما في أي شي ماما، يعني بجوز كان في شي بباله وحب يتأكد. لا لا، أنا بعرف يجيت، أكيد في شي شاغله. بنتي اسمعي، مشان راحة بيتكن ولحتى تضلوا مبسوطين بحياتكن مع بعض، اقنعي أنتي يعمل جهده ليرجع على الشغل. قليله ما في فايدة هلأ من فتح الدفاتر القديمة. برجع بتصل فيكي ماما، عمين دق الباب. ماشي بنتي، انتبهي على حالك، منحكي بعدين. ايه ماشي. تعالي يا كنتي تعالي. عجبوكي غراضه للولد؟ ما اطلعت عليهم. اذا ما عجبوكي بقلن يغيروه مو مشكلة. القصة مو إنه ما عجبوني سيد نامق، بس إنه ليش هيك عملت؟ نحنا فهمنا بعض غلط بالبداية، بنتي أصلي. طبعاً كان في شغلات أنت اللي كان معك حق فيها، بس أنا مو ناوي أتدخل بقراركم اللي أخدته. وما لك حق تتدخل أصلاً. طبعاً بعرف إنه مالي حق أتدخل، أصلاً إجا فرهاد وحكى معي، هو شرح لي قصته. برأيي إنه قراركم صح. عن جد عم تحكي؟ طبعاً، أنتوا حابين تأمنوا له للولد جو فيه راحة وهدوء وحب، وهذا حقكم. يعني صح، هو هيك. بس بالنسبة للحياة ما حدا فينا بيعرف شو رح يصير. أها. بجوز مثلاً ما تنبسطوا بحياتكم أو ما تتحملوا، ما هيك؟ أحياناً ما بيصير كل شي بدنا إياه. هالمرة ما بظن هالشي سيد نامق. طبعاً كلياتنا بتهمنا راحتكم أكيد، بس بالحياة ما بتضمني شي بالمرة. إذا صار معكم مشكلة فهذا الباب مفتوح إليك ولابنك بأي وقت مثل ما بدك. شو قول؟ أنت شايل همي وعم بتفكر براحتي، لهيك شكراً إلك. ولا يهمك يا بنتي، أنا دائماً بحترم قرارك اللي بتاخدي شو ما كان. فهمانة عليك، بترجاك اتصل بالزبون والغي، أنا مضطرة كتير. ايه محتاجت اليوم، بترجاك. ماشي شكراً إلك، يسلم. أصلي شبك صاير معك شي؟ لا. لكن ليش مستعجلة؟ لأنه
طلبت شغلة لنجدة وهلأ اتصلوا وقالوا لي مشان أنا روح جيبها. لازم روح جيبها بسرعة، يعني هنن بدهم ياني روح بسرعة. ماشي قلصوم روحي. ست قلصوم هالتاكسي إليك؟ إيه إلي. إذا بدك أنا بوصلك، بدهم يبعتوني مشوار. لا أنا رايحة على غير جهة. يسلموا إيديك، ما بدي أطلع. أشي مثل ما بدك. تفضل يا خان. الله يلعنك يا جنيد التافه. فيني أدخل؟ تعالي أصلي تعالي، ما عم ينام أبداً عذبني. مرحبا يا حلو. شو بتفسري الشي اللي عمله نامق اليوم؟ أنتي قصدك على الهدايا؟ برأيي طبيعي يعمل هذا الشي وعم يتصرف بشكل منيح. أنا ما بظن هذا الشي أبداً. كل هذا مشان نحن نبقى هون. لا تفكري وتشكي على الفاضي. أنا بعرف إنه بعد فرهاد عنك وعن هون شي مو سهل أبداً، بس ما عم أظلمه لنامق لأني ما بثق فيه أبداً، لهيك هي مو شكوك. أنتي مو محتاجة تثقي بحدا أصلي، بس قال فرهاد رح تروحوا بتروحوا، ثقي بزوجك وبس. أصلاً أنا بثق فيه. هاتي حلو شوي. خذ. تعال عندي يا حلو. صاير تقيل شوي. يا عمري أنت، طلع فيني. رح أروح دفي له الحليب، أنتي خليكي معه، إيه؟ ماشي تمام. يا حلو، شو؟ متأكد إنه مزبوط؟ بالأول أنا ما صدقت، فعملت تحليل. أي نعم. شو رح تعمل؟ ما عم بعرف شي، ما عم بعرف شي. المشكلة وعدت أصلي أخذها ونروح نعيش بمكان حلو وبعيد عن كل شي. رميت سلاحي كمان مشان بدي أمسح الماضي كله. شلون بدي روح هلا؟ بيصير هيك؟ وشو بدي أقول لأصلي إذا ما رحت؟ رح يخيب أملها كتير بهالشي. طبعاً رح يخيب. هاي المرة بتنهي اللي بيناتنا، تتركني وبتروح لحالها، ومعها حق. بردان، أصبيعه برداني. تعال نشوف شو فينا نلبسك من الخزانة لحتى تدفى. يا عمري نجدت بردان؟ ها؟ شفت؟ هاي لقينا غطا مشانك. خالتي؟ ايه انا فيلدان. الست ياتار نزلت لتحت، راحت على المطبخ لتعمل له حليب لنجدت. سألتي فرهاد عن هاي؟ كيف؟ لأنه يمكن ما يسمح لك تستخدمي هذا الغطا. ما فهمت ليش حتى نسأل فرهاد إذا بدنا نستخدم هالغطا. شو قصدك؟ لا خلص ولا يهمك. كيفك أنت يا أصلي؟ كيف عم يمر الحمل؟ نيح نيح، لكن رح أطلع شم شوية هوا. رح خبره. قلي كيف عم يمر الحمل. يلا اسأل. ما فهمت عليها شي. ليش أسأل فرهاد عن هذا الغطا؟ ما عم بفهم. ها؟ مين نسأل؟ لأنك دائماً كنت سبب كل المشاكل. بس ما كان عندي أي مشكلة بشي. هالقصة كتير غريبة. الشغلة واضحة، ما فينا ننكر اللي صار. حاسس حالي عاجز. يا ريت بابا لساته عاي. كان عارف شو لازم أعمل، كان نصحني عمل هيك أو هيك. ما في حدا منقدر نعتمد عليه ويدعمنا. كان قلبه كتير كبير. صح، كتير طيب. كان أبيض وأنت مثله. بابا كان أبيض لوقت ما رحت من هون. ما بعرف شو بدي أعمل بهالدنيا بعد هالوقت. بلا هالحكي الفاضي يا أخي، رح ترجع على شغلك مرة تانية. أنت حدا مثل الأسد ونائب رجل قانون، فهمت؟
أنا اللي شو بدي أعمل بقصص النسوان. ألو؟ عم أسمعك. هذا عنوان البيت؟ ماشي، يسلم. خير؟ ما في شيء. على شو عم تدور؟ بس فهمني شو القصة. اللي هلأ أنت شو رح تعمل؟ عم تجاوب على سؤالي بسؤال ما؟ لو كان بابا عايش ما كان ترك حدا من عيلته بلا سند. صح، معك حق. كان ضحى بحاله مشان البحبة بيعملها، وأنا رح أعمل نفس الشيء. أنا ابن نجدة ومثله بكون ابن الحلاق نجدة. معك حق، رح تضحي بحالك مشان عيلتك. الولد محظوظ. ما فهمت قصدك. عم احكي عن ابنك اللي جاي، انه محظوظ. نامق قدم له شيء كتير حلو ومرتب، بس نحنا ما طلبنا منه شيء، وانت بتعرفي هالحكي. بس نامق طبعا بيجبرنا على هالشي مثل ما بيعمل كل مرة. اللي بفهمه منك انه ما كتير حبيتيهم. حتى الخير ما بينفعك. خير؟ استغفر الله. بس أنا وفرهاد حابين نقرر أي شي بحياتنا لحالنا بدون ما حدا يتدخل فينا. بس ما حدا عم يوقف بطريقكم يا أصلي. رح تنفذوا اللي أنتوا بتقرروه أكيد. كل القصة أنه الرجال حب يقدم لكم هدية. بس اللي بعرفه عن السيد نامق أنه ما بيقدم شي بدون مقابل بهاي الحياة. ست هندان، وشو الشي اللي ممكن نامق يطلبه منكم؟ في شي ببالي، بس أكيد ما رح أسمح له أنه يعمله. ماشي، المهم ما تنتزع راحة هذا البيت، لأنه بكفي أصلي. شايفة ما ناقصنا مشاكل، لأنه كل يوم في شغلة، وحتى مع ضيفتك بنت أختك من لما إجت. معك حق. يلا، يعطيك العافية. شو هاد؟ شو بك طالعة مثل الشوكولاتة؟ شبك أنت جنيت؟ خود هاد، خدوه وتركني بحالي بكفي. برافو عليك عن جد جاسوستي الذكية. برافو برافو. إن شاء الله لسه تصير أسوأ يا جنيت. في حدا جاي؟ سكر، يلا سكر. ليش مزعوجة أنت كل هالقد؟ الوضع صار أحسن. شو رأيك تشربي شي شغلي معي؟
ما بدي، وما بدي حتى أشوف وشك المقرف هات، وما بدي أعمل لك أي شيء بعد هاليوم، عم تفهم؟ شوفي حركاتك وأصابع إيديك المتوترة لهالدرجة، يعني أنت بتقدري. بقلك بتجي وبتقولي حاضر وبتجيبي لي اللي بدي إياه لعندي، لا توتري حالك هيك على الفاضي. قلك شغلة، قولي. عابدين بيعرف كل شيء عنك، ما فيك تهددني ولا تلويلي إيدي. هددك بأخوكي؟ لا لا، عبدو بيعرف كل شيء. يا ترى أخوكي بيعرف؟ بتحبي قله؟ ها؟ بتعرفي شو رح يعمل إذا قلت له يا حلوة؟ خلي هالشي ببالك، رح تجي لما بقلك تعي وبتروحي لما بقلك روحي، ورح تدخليني على البيت لأنه أنا عندي ابن هنيك. بدك تتعودي على هالشي، فهمتي؟ بقتل حالي إذا اضطريت، وما بساعدك ولا برد عليك مرة تانية، عم تفهم؟ تذكر هذا الشي. بعت بعت. شو الوضع؟ طلع مرة واحدة بس. التقى مع حدا؟ لا، يا أما عارف إنه مراقبينه أو ناطر يشوف شي حدا. هو جوا هلا؟ إيه جوا. هالكلب رح يطلع من جوا أكيد. خلوا عيونكم عليه. ماشي سيد فرهاد. ماشي. أيوة فرهاد، ليش ما خبرتني؟ عشو؟ مشان التحليل؟ أنت عملته؟ إيه طبعا. إيه إيه، والنتيجة شو؟ فرهاد قول أي شي، يلا بترجاك. شو رح نعمل هلأ؟ هتخبر بنتك يعني؟ رح تعرف إنك أبوها؟ هذا الموضوع رح يضل مخبى وما حدا رح يحكي لتولد أصلي يا بلدان، وأنا بعدين رح فكر بحل. شو يعني بعدين بتفكر بحل فرهاد؟ ليش بدك يبقى سر وما بدك حدا يحكي ولا يعرف فيه؟ حتى أزقي ما تعرف إنك أبوها ولا تنادي لك بابا؟ بتضل تقول له لجنيد بابا؟ أنا بحكي بالوقت المناسب، سكري على هالموضوع، أنا بتصرف. ما رح سكر الموضوع فرهاد، ما رح سكره. أصلي حبيبتي، يلا روحي على غرفتك، تعبتي أنتي، أعطيني لشوف. يلا لعند التيتا، ليكي برد شوي، غطيته ليدفع. تعال. رح روح أتمدد شوي. شوف الحليب، هذا الحليب إلك. شفت شو جبت لك؟ هذا الحليب كله إلك. شبكي أنتي لوين؟ بدي خبرها ماما، بدي خبر كل شيء لأصل. لا لا تتدخل. جنيتي أنتي، انتبهي على حكيك يا بنت. يلا امشي امشي. شو بدك تخبريها؟ أنتي عم تسمعي شو عم يطلع معك ولا لا؟ أوزكي بتكون بنت فرهاد، ولازم الكل يعرف وحتى أصلي. بنتي بدها تقول بابا لأبوها. تركيني. ما رح تروحي ولا تحكي شيء أبداً. لا الظاهر أنه أنت جنيتي عن جد وعم بتبالغي تصرفاتك. ماما أنا تعبت، ما بقى فيني أتحمل. شوفي كل هاي السنين وأنا عايشة بس بالكذب، كتير شغلات بينت وخلاص، وفرهاد ما عم يفكر غير بابن أصلي اللي جاي على الطريق. طبيعي بده يفكر بابنه. إيه ليش؟ ليش بس بابنه؟ آه؟ أوزقي كمان بنت فرهاد. انسي له الموضوع. كيف انسى؟ كيف انسى ماما؟ أنا تعبت كتير، تعبت عن جد من حكي الكل، وتعبت من حالي، تعبت من تعليقاتكم وتدخلكم بحياتي. فلدان اعملي هيك. لا فلدان هيك، اسكتي عدي لا تحكي. تعبت عن جد، أنا تعبت. تعرفي شو عم يقول فرهاد هلأ؟ قال لي ما رح نحكي بشي ولا نخبر حدا لتولد أصلي. ليش؟
ليش ما أحكي؟ لأنه هو هيك قراره وأنا ولا شيء أبداً؟ طيب وين قراري أنا؟ لأنه الكل حذر أنه حملة فيه خطورة. إيه روحي لشوفه خبري أصلي عادي، وخليها تخسر ابنها بسببك أنت وتحملي تعصيب فرهاد وعمايله. يلا روحي وخبريها. يلا فكرتي لما يصير مشاكل شو رح يصير بأوزجة؟ آه بدك تجننيها للبنت؟ بدك تعقدي البنت وتصير تشبهك ما هيك؟ شو رح تستفيدي وقتها من المشاكل؟ مغفلة، حتى تفكير ما تقدري تفكري ما هيك؟ يلا يلا غسلي ايديك ووشك وتعي لنشرب الشاي وادخلي لعنا بشكل طبيعي وعدي جنبي مثل مو متعودة. ما بدنا حدا يشك بشي أو ينتبه. يلا لا تعصبيني أكتر من هيك، امشي امشي. ماشي. هلأ لخلصت من الغسيل. يعطيك العافية، يسلم إيديكي زينب. أنت كيف تشوفي هلا جوليدا؟ شو قصدك بهالسؤال؟ غريبة شوي وإلها تصرفات خبيثة، معقول ما انتبهتي على هالشي؟ انتبهت، بتتدخل بكل شي، بس ليش عم تسألي؟ يعني ما في، عم أفهمها منيح، بس هي بتحكي بشكل غريب لهيك قلت غريبة شوي. جديدة بالبيت وعم تحاول تضل فيه، حاولي ما تردي عليا إذا ما احترمتك. ما بيصير، هي بعدها بنت صبية وقريبتها أصلي. مزبوط. يلا بما إنها ما عم تضر حدا هيك فما في مشكلة بوجودها. يلا أنا عندي شغل رايحة. إن شاء الله ما تضر حدا وأنا رح أخذ هيك. انتي ليش دائما بتجيبي حلويات وهيك اكلات؟ بدك ترفعي عنا السكر يعني؟ تحركي بسرعه، روحي جيبي شي مالح لناكله. ست هاندان ما بتحبه. الله يعلي، انا بحب المالح، شو نعمل بهالمشكله يا ترى؟ ست هاندان قالت كيك وشاي. مو معقوله، شو معنى هاي الحركات؟ هيك بيصير لما سيدك بيروح على المطعم ما خدامة البيت، طبيعي ما هيك؟ شو صار؟ شو الأخبار؟ شو صار؟ يلا شو وقتيني احكي خلصيني؟ شو صار؟ فهميني فرهاد حل القصة؟ عن جد عم تحكي؟ ايه حلا خلص، لا تهتمي. ليش يعني؟ ما في شي. يا الله دخيلك، انتي غريبة كتير فيلدان، ما عم افهمك، شو بدك احسن من هيك يعني؟ روحي لعنده وضمي وفرحي قد ما بدك. تعبت كتير جوليدا. رح تتعبي اكتر بتفكيرك هاد. انتي شو بدك؟ بدك اياه يكون معك وانتي زعلانة كل الوقت وعابسة بالكل؟ عن جد ماني عم افهم عليكي. الرجال فتح عيونه على هالدنيا وهو معك، البداية دائما صعبة، المهم يسمعك. انتي رح تخسري الرجال بهي العقلية يلي عم تفكري فيها. خلاص رح سكر تمي وما عاد اتدخل بعد اليوم ابدا. يلا لشوف، على راحتك. هوليا، هلأ هنن عم يشربوا الشاي تحت، قلت بجيب لك الشاي لهون مشان تضلي مرتاح. ايه منيح، هات الشاي لك. يسلموا. تفضلي. حاسة في بتمك حكي، قولي شوفي. ست أصلي، اما لجوليدا، قصدي قول أختك، يعني انت بتعرفيها منيح؟ أنا كنت صغيرة لما ماما أخذت أختي وتركتنا، لهيك ما بتذكر كيف ملامحها ولا حتى تصرفاتها، ما بتذكر شي.
قصدك إنك ما بتعرفي جوليدا منيح، التقيتوا متأخرين مع بعض. شو خطر لك تسألي هالسؤال هوليا؟ ما فهمت لوين أنت بدك توصلي؟ يعني ما بتعرفي من وين إجت بالأصل، لأنه بصراحة أنتم مختلفين كتير. أنت نيتك صافية وقلبك طيب. شو قصدك؟ خالتي؟ جوليدا؟ تعالي أجيت شوف الهدايا. يا الله شو حلوين الهم نامق، اشترى شغلات كتير حلوة، وأحلى شيء إنه كلهم لونهم أبيض، لأنه بصراحة مليت من الألوان يلي تحت ومن الناس كمان، كله قاعد وعابس كتير وصعب تتحملي كلامهم أبداً. حاسة حالي مثل يلي قاعدة بجنازة. جوليدا عيب. شو أكذب يعني خالتي؟ هن مو هيك؟ عن إذنكم خلاص سكرت تمي، يلا خلي هالولد يجي وبس. نعم. مرحبا. يمكن ما بتعرف، أنا ياجيت أصلاً، ابن نجدت أصلاً، وأخوه لفرهاد أصلاً. إيه خير. طرفين عاشوا شغلات كتير سيء، أبوك قتل أبي وأخوك قتل أبي، هيك كل اللي بيعرف. بس بدي أسألك عن شغلي لو سمحت. بابا أنا رح روح هلأ. ماشي بس لا تتأخر. تفضل. شكرا. يا عيني عليكم، ناموا منيح. جولسوم وين كنتي؟ ليش؟ في شي؟ لا بس سؤال، لأنه انشغل بالي عليكي. أنا مليت وتمشيت شوي لحالي، اشتريت الشغلة لنجدت عجبتني. شو اشتريتي؟ اشتريت علبة حليب وتركتها بالمطبخ، كانت خالصة. آسف إني عم أحكي معك وكأني عم استجوبك، حقك علي جد. أكيد أنتي مزعوجة لأنه وضع البيت كله مو منيح أبداً، صح؟ يعني جولسوم، أنا فكرت إنه ما بيصير. شو هو اللي ما بيصير؟ هذا الكلب جنيد رح يضل يدخل ويطلع على البيت، وفرهاد ما بيترك أوزقه، وجنيد رح يضل يزعجك. أنا بعرف هذا الشيء منيح، رح أحكي مع فرهاد. خلينا ننتقل. عن جد؟ طبعاً. مو نحن متزوجين؟ ها؟ ايه متزوجين. ماشي، نحن كمان منحب بعض. مو منحب بعض؟ نحن مو منحب بعض؟ ايه منحب بعض وكتير كمان. معناها صار الوقت المناسب لنمشي من هون ونعمل بيت خاص جولسوم، ها؟ شو رأيك؟ كتير حلو. بأيام البابا ما كان بده شي من أبوك نهائياً، عصب وما تحمل وقوص عليه وموته، هاي القصة كلها. ماشي، هاد اللي بيعرفوه الكل. أنت كنت صغير وقتها ويمكن ما تقدر تتذكر منيح، بلكي أمك بتتذكر شي. ما بتتذكر، ماما مريضة ما بتمشي، ما بتقدر تحكي. عن جد؟ إيه، في أي شي لسه؟
أسمع ما رح أعذبكم معي، بس أنا عندي شوية شكوك بخصوص القصة. مثل شو؟ يمكن يكون حدا حرض أبوك على الجريمة ويكون هو السبب. مثل مين؟ مثل نامق أمير خان إذا بتعرفه. ما سمعت فيه أبداً. يمكن ساعدكن أو أعطاكن شي لتقتلوه بهداك الوقت. قصدك بابا قاتل مأجور؟ أنا ما قصدت هيك عن أبوك، بس اسمع، هذا الرجال كتير قوي وعنده سلطة وبيقدر يوصل لكل الناس بسهولة. يمكن أبوك كان بس ضحية له لأعماله واضطر أنه يعمل هذا الشي. ما في هيك شي بالمرة، القصة كلها أنه كان عنده دين. صار وقت شغلي. طيب فهمت عليك، آسف على إزعاجكم، بس ممكن أطلب طلب صغير؟ يا ريت تفتح الموضوع مع أمك بأي طريقة بتلاقيها مناسبة وتسألها عن هالقصة. شوف، عن إذنك. أهلين أخي. الكل بالبيت؟ إيه أخي، الكل ما عدا إيديل. بيلدان جوا؟ ما طلعت اليوم أبداً، كأنه في شي مشكلة مع جنيد. لا ما في مشكلة. ليش أنت واقف هون لكان ما تدخل لعندهم لجوا؟ ليش ما بيصير مثلاً أحكي مع أخي شوي وأنا هون؟ لا أخي استغفر الله، بس شايفك تعبان ومهموم كتير. آه لوين؟ أنا عندي شغل رح روح وأرجع بسرعة. شو هالشغل؟ خاص. شو خاص يعني؟ إيه بروح وبرجع. قولي شو هالشي الخاص لحتى أقلك تروحي أو لا. أصلي ما في شي مهم عم قلك رح روح وأرجع، ليش ما عم تفهم علي؟ احكي لي القصة لشوف، أو دوري بعقلك على سبب. دوري لشوف، ليش رحتي شي مرة على مكان بدون ما تخبريني؟ طيب لا تضحك علي. ماشي. أنا مشتهية الفريز. بروح بشتري وبرجع. لا تضحك. ما عم أضحك. لا إيه أنا شايفتك عم تضحك بالسر. أنا حامل، شو أعمل؟ يمكن عم أتوحم على الشغلات هيك، بس لا تضحك. أنا شايفتك ما عم أضحك. اركبي يلا، الظاهر الولد مشتهي. شفتك عم تضحك، رح خبر هوليا. بدي إلا ما فيك تكون أب. ليش عم تضحك؟ ما في شي بيضحك. لسه بيضحك. خليه لشوف مين يلا بيضحك. يلا اضحك اضحك لشوف. حاك اضحك. كيف شريكتي؟ لا تقلي شريكتي ولا شي يا جنيد. ليش؟ انت فصلتي لي بالتفصيل كل شي عن جوزك، في احلى من هيك شراكه يا حلوه؟ قلي شو رح تعمل؟ انت ما فيك تجي على البيت، هاي فرهاد قلعك. وأوزقي ما بقى رح تنفعك. اي والله. اي والله. الله ريحني وخلصني. والله انفدت بريشي. المهم مشي الحال، بس المشكلة دائما بفرهاد، ما بعرف شو اعمل بصراحة. احكي لشوف. بدك تساعديني؟ انت ست خبيرة بالشغل وبتعرفي بكل هالقصص، مثل شبكة النت وهالشغلات هي. مثل شو مثلا؟ يعني شو ممكن يكون هذا الشيء؟ جواز مزيف؟ مصاري؟ لروح على شيء مكان وبعد من هون وارتاح يعني؟ صار لازم بعد عن الارض اللي بيمشي عليها فرهاد واخلص منه. بدك كتير يعني؟ لا ابدا. أكيد مالهم أي قيمة جنب حياتك. إذا حدا راح لعند خالي وقال له أنه أنت اللي استأجرت قاتل وخلصت على قلبينا مثلا، مو مهم أبدا، أنا راح أتفرج وأتسلى. وشو بيضمن لي أنك ما راح تبيعني بس رحت؟
مفاجأة مفاجأة. أصلاً بضل هيك في حماس الأدرينالين. ماشي أنا رح ساعدك. هلا أنت لون عينيك خضر شي؟ أوه فيهم لمعة واضحة وحلوة كتير، جد حلوين كتير. أنت هيك مضيعة شبابك. ما قلتي لي نامك بشتري لك بطاقة الباص؟ شو فيها يعني؟ كنت رح اشتريها لحالي وارجع. مرحبا، مساء الخير. اهلين مدام، مساء الخير. عندك فريز بري؟ يعني ما عندي لسان وتم لأسأله؟ إيه الأمهات بتطلب والأب هو اللي بينزل وبيشتري. يا عيني عليك، فيني أطلب أنا؟ لو سمحت عندك فريز بري؟ بهالموسم ما بتلاقي غير فريز عادي. لا قولو، أنا بدي فريز هيك صغير 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 صغير. يا أختي أنا بعرف الفريز البري كتير منيح. لا ما في، لسه بكير عليه. كأنك قلت لي يا أختي. لا ما قال شي. كم سنة في بيني وبينك؟ ليش لحتى تقلي يا أختي؟ ما فهمت. يلا. وأنت ليش بتقلي ما قال شي مع أنك سمعته منيح شو قال لما ناداني؟ إذا قتلنا الرجال زنب وإذا ما قتلنا زنب، مو لازم يكون في فريز بري أخي؟ معقول ما في منه أبدا؟ لازم لاقي فريز بري. صعب نلاقي فريز بري بهالوقت أصلي. الرجال معه حق. فرهاد أنا تعبت كتير. ماشي أنا رح أسأله. السلام عليكم يا عم. عليكم السلام. في عندك فريز بري من الحجم الصغير؟ قصدي يعني لا تقول عندك فريز كبير، مرتي حامل إيه ومعصبة. بترجاك قول عندك مشان اشتري. ماشي. لا يا أبي ما في، هذا مو موسمه. طيب ما في شجرة حاملة كم حبة بس ودلني على محلها، بلكي بلاقي وبحل هالقصة بقى. ما في بهالوقت. ماشي يا عم، شكرا لك. شو ما في؟ مو وقته. ايه فهمنا انه مو وقته، خلص مو وقته فهمنا. ايه روح اسأله انت. مشان الله يا أخي بلاقي عندك فريز بري من هذا الصغير لاقيلي. مشان الله يا عم بوس إيدك. إيه لا ما عندي، ما في فريز بري بهالوقت. يا عم لازم لاقي من هذا الفريز بهالليلة، وين فيني لاقي منه؟ بس دلني عليه وحللي هالقصة الله يخليك. ممكن تلاقي هالشي بس عند اللي اسمه مظفر. مين مظفر؟ شوف هنيك، ممكن تلاقي بهديك القهوة يلي تحت. طيب يسلموا يسلموا. سلام. شو قال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وين بلاقي الأخ مظفر بالله؟ تفضل. أنا نحن عم ندور على فريز بري صغير، بلاقي عندك؟ بس عفواً مين دلكن علي؟ أخي البقال يلي فوق هو اللي دلنا عليك، فمشان الله لا تواخذنا وعطينا فريز بري وخلصنا، بدنا نرجع على البيت تأخرنا كتير. يلا بوس إيده. إيه موجود عندي بالمحل، يلا خلونا نروح. زوجي مصر يجيب لي اللي بدي إياه، لا تأخذونا لأنه نحن أزعجناك. يسلموا. عطلناك عن سهرتك وخليناك تترك رفقاتك. إيه شكراً لك يا أخي. خلاص ما بقى مشتهية هلأ عليه، خلص نسيت القصة. بجوز اشتهي بعدين، تعال يلا. هو كان عم بيكذب، أكيد هو كان عم بيكذب. قال لي أمه مريضة ما بتمشي، شفتها عم تمشي. أكيد هي بتعرف شي، تعرف شي وما حدا بيعرفه غيرها. يجيت اسمع، أنا ماني مرتاحة لهالشي أبدا. مشان الله لبقى تلاحق هالقصة تركها. بعدين هاد الشي يمكن عم بيوجعون، يعني مرت سنين كتيرة وانت لسه عم بتذكرون مرة تانية. في سر بهي القصة يا سونا، شو أعمل اتجاهلون يعني؟ أنا متأكد إنهم بيعرفوا شي ومخبينه. شو بدهم يخبوه؟ ما بعرف ما بعرف، بس رح أعرف. أصلي؟ لا
لقيتي فريز بري بالأخير؟ أوف. من الصبح وهي عم بتقول مشتية على فريز، بدي فريز. دورته كتير ما، يمكن ما خليته ولا محل. مين اللي طلع هذا الغطاء؟ أنا طلعته، ليش؟ مو في غيره؟ يعني لزمني غطى وطلعته لما لقيته بالغزانة، ليش شو فيها كمان؟ الحق علي، بعتذر، أعطيني نجدة لأخده على غرفته. إيه هاتي عنك، يلا. سألتي فرهاد عن هيك؟ كيف؟ لأنه يمكن ما يسمح لك تستخدمي هذا الغطى. ما فهمت، ليش لحتى أسأل فرهاد إذا بدنا نستخدم غطى؟ شو قصدك؟ لا خلص ولا يهمني، بردت شوي رح أدخل. فيلدان، ممكن نحكي مع بعض شوي؟ طبعا. أنا لا تأخذيني، بعتذر منك مشان موضوع الغطا والحديث اللي صار بيننا. لا هالشي مو مهم، بالأخير أنت ما بتعرفي. لأنه فرهاد عصب شوي، عصب علي أنا كمان، ما بعرف ليش هيك صار معي. كنا صغار وقتها حكينا شوي وتعرفنا على بعض، كانت أول مرة بشوفه. مرحبا، أنا فيلدان، أنت شو اسمك؟ فرهاد. الشاب من أصدقاء والدي وبيهمني أمره ورح يكون من عائلتنا. وشو المناسبة أخي؟ ما في رابط بيربطنا معه، ليش نجيب ناس غريبة على بيتنا بهي الطريقة؟ أختي، مات جوزة للمرة مبارح، رح نهتم فيه لأنه ميراث أبونا، فهمتيني؟ أخي نامق، مو مشكلة، ما بدنا نزعجكم أبدا. حلو هالغطا. تركي اوعك تلمسيه، بابا اشترى لي اياه. مات ابوك ما هي؟ روحي من هون. يعني هو عصبي من لما كان صغير؟ هذا هو فرهاد اللي عرفته، ببين من برا كتير بارد بس هو جواته دافي كتير. اياما كان ما بيحب يحكي كتير ولهلأ لسه ما بيحكي شي. ايه صح طبعاً، وأنا بعرفه شوي لسه، بلاقي حل. ماشي، ما بدي عطلك. سلام. سلام. ماشي. شو عم تفكر؟ باللي رح تعمله ما هيك؟ هي. ايه لقيت حل؟ أنا بعرف أشتغل بالنجارة. عن جد عم تحكي؟ طبعاً بفهم فيها. والله كان عنا أستاذ يشار بمنطقة أمين أوني، ومن صغري كنت روح لعنده وساعده واتفرج عليه كيف عم يشتغل. حتى أنه كان يقول لي يا عبدو لو كان عندي عامل شاطر هيك مثلك لكن صرت غني كتير يا ولد. والله يا بنت. الله الله، ما عم تصدقين؟ صدقت. ماشي صدقت. بس وأنا كمان رح أشتغل، حتى رح أرجع أروح على المدرسة كمان. نشتري بيت صغير على قدنا، في حديقة. ايه ما عندي مشكلة، بتعملنا كاميرا من الخشب نحطها فيه كمان. أكيد رح أعمل. رح يكون حلو كتير. أكيد حلو. حتى منجيب أخ لنجدة كمان. بلكي إجت بنت. مو مشكلة. فرهاد؟
أنا فكرت بالقصة فيلدان، آسف غلطت معك وحكيت بطريقة سيئة. ولا يهمك، نسيتها. شكرا، وأنا رح أحكي مع أوزجي بالوقت المناسب، لأنه هلأ البيت كله مكركب وما بدي أي مشكلة. أكيد رح نخبرها. قلت أنا بخبرها بالوقت المناسب. أنت لا تفكري بالقصة. فرهاد، فهمي علي، فيلدان ما في بيناتنا غير الولد. انسحي أي شيء تاني من ذهنك، لأنه أنا متزوج. ليش لسه ما نمتي؟ ولا شيء، عم فكر. بشو عم تفكري؟ شو اللي خطر لك مرة تانية؟ انت ما بيكفي؟ وشو عملت انا هالمرة؟ ما بعرف شيء. شو كنت تعمل قبل ما تعرفني؟ ما بعرف شي بنوم. كانت حياتي عادية كتير لحتى دخلتي انتي فجأة وما بتذكر بعدين اي شي صار. نسيت كل شي بعد ما شفتك. بس بتتذكر الغطا، ما هيك؟ هذا غير. انا بنسى لما بنسى بابا وبس. قلت ابوك؟ ايه بابا. بس انت مو حاكي لي اي شيء، كيف كنت بصغرك؟ كانت حياتي بصغري حلوه. طبعا لحتى مات بابا كنت مشاغب وما اقعد عاقل بنوم. كنت نط من شجره لشجره، من بحره لبحره. كنت دائما ارجع مجروح البيت، ومع هيك بالمبسوط وفرحان بكل شيء. آسفة، ما كنت حابة ذكرك بشغلات تزعلك. لا، ما في مشكلة. بعدين اضطرينا نحن أنه نكبر. خلصت طفولتنا هيك فجأة. عملت المستحيل أني يكون مثل بابا، شوف الحياة مثله إله. حاولت أمشي بالحياة بخط مستقيم. حبيت أني يكون بستاهل اسم الحلاق نجدت، بس الحياة ما ساعدتني لحتى أعمل هالشي. لهيك أنا هربت، ضعت بهاي الشوارع. بس كمان ما مشي الحال. هذا اللي صار باختصار. قراري كان بإيد غيري، وما قدرت أبدا أخذ قراراتي. عمي، معلش تعطيني خبزة لو سمحت. بلع. إذا أخذت بتقول سرقت. رفيقي مرضان وصار له كم يوم مو آكل ولا لقمة. عمل لك نلع. يلا ما تعمل هيك يا عم. يلا نلع، رح تبور الحين جايين تشحدوا. نلع. أنت مو إنسان أبدا، كلها خبزة واحدة. امشي من هون. يلا. تعرفي إنه كان عندي رفيق قريب كتير بحبه، كان منيح معك، لهيك كان أقرب رفيق إلي. مات وهو بحضني وما كان عندي حل. بتضايق بس أتذكره، كان بالنسبة إلي مثل أخ. ما كان حدا يقرب علينا، طول ما نحن مع بعض ما بنسمح لحدا يلمسنا. كنا دائما مع بعض. الله يرحمه.
آمين. زعلتني وأنا كتير زعلت. يمكن لهيك أنا ما بحب أحكي عن طفولتي وعن هديك الأيام. خلصت طفولتي لما كان عمري 12 سنة وما لحقت أفرح فيها. وحسب هالشي أنا ما كنت طفل بستاهل الحلاق نجدت. أبداً ما قدرت أخذ مكانه. يمكن القدر أو الحياة هنين السبب. ما بقى تفرق معي. هاد هو اللي عشته. ومن حظي الحلو إني لقيتك وموجودة معي. أي نعم بزعل على حالي ولهيك بعصب. ولهيك أنت عم تعصب على الكل إذا لمسوا هذا الماضي جواتك أو حتى قربوا عليه. بصراحة ما بيكون بدي أعصب عليهم بس. أنا عرفت. ليش شو اللي ما بتعرفي أنت؟ ما يعني ما بعرف الأمومة مثلا، بس أنا بعرف أنك رح تكون أب كتير حنو. يلا ننام. ايه يلا. فرهاد؟ بدي أسألك سؤال.
شو صار؟ رجعت اشتهيت يا فريز؟ لا قولي. مو هي. قولي يلا. عم تشوش لي أفكاري. يعني بالأول فيلدان هي اللي حذرتني مشان قصة الغطا، وأنا وقتها ما رديت عليها، وأنت كمان عصبت. أنتوا بتعرفوا بعض كتير ما هيك؟ شو يعني كيف بدنا نعرف بعض؟ ما بعرف، يعني هداك اليوم شفتكن بالليل عم تحكوا مع بعض بالحديقة، قصدي إنكن من زمان عايشين مع بعض هون. بلكي فيلدان شايلة شي بقلبها تجاهك ومخبيته. لك ما في هالشي، شو بدها تشيل بقلبها؟ شو هالحكي؟ ممكن تكون بتحبك. ما في هيك شي أبدا. يعني تعي لعندي لشوف، قربي لهون. عم تعصبيني، صايرة من الصبح بكير بأسئلتي. إيه؟ سمعتيني؟ دائماً بدك تأمر، دائماً بدك تعطي أوامر كل الوقت. يعني مع هيك حاول تكون رومانسي حلو، قول شي حلو عند الصبح. يا حبيبتي، يا روحي، يا زهرتي، أي شي. شو قلتي؟ بتونيام. شو هاد بقى؟ بتونيام نوع من الورد. يلا قوم، يلا خلينا نفطر لأنه أنا جعت كتير. على فكرة أنا رومانسي كتير. إيه أنا متأكدة. تعالي لهون، لا تعصبيني. ماشي يلا. لو سمحت خلينا نروح ناكل. يلا. ما رح نتحرك أبدا. ليش ما فيني يكون رومانسي وأنا هون يعني؟ تمام. طيب لوين راحت؟ تركت رسالة، أخذت البنت وراحت. قصدك تركت البيت على الآخر؟ وين بدها تروح؟ رح أتصل وحكيها. الحق عليكي أختي، ضليتي تضغطي عليها كل الوقت لحتى هيك صار. طبعا ما تحملت البنت، مع حق. فيني اللي مكفيني، مو وقت حكيك. ما بقي غيرك علمني شو أعمل، ما هيك؟ خير، شو القصة؟ فيلدان تركت رسالة، جمعت كل أغراضة وتركت البيت، ما لقيت شي بغرفتها. أخدت أوزقة معها؟ طبعاً، لأنه أكيد أعصاب البنت كتير تعبت، شفت شو صار بموضوع جنيد، أكيد حبت تروح وتريح أعصابها شوي. راحت عشي محل باسطنبول ولا براتها؟ راحت على الفندق اللي منزل فيه دائماً اللي اسمه أتشاهير، بتعرفه. أنا وبنتي تركنا هذا البيت، لا تقلقوا علينا، نحن رح نكون بخير، هذا اللي كتبته بالورقة. بسيطة، خليها ترتاح، تعبت كتير آخر فترة بهالبيت. ما حدا بيترك البيت على كيفه وإمتى ما بده. قالت إنها منيحة، ما فهمت ليش هيك عم بتعصب فرهاد. ما بعرف، بس رايح لحتى رجع. قالت روحي وبنتها كيفها. فرهاد، عم نادي لك فرهاد. خير، شو في أصلي؟ شو صار لحتى رايح؟ سمعتي، فيلدان تركت البيت. وإذا تركت البيت ست راشدة وبتترك البيت عكيفة، أنت ليش رايح؟ شو صار لك؟ ما صار لي شي بنو. لا تروح لك. اسمع، فيك تقول إنه هاي هرمونات أو إنه غيرة نسوان مثل ما بدك، بس روحتك ورا فيلدان شي مو طبيعي وما عجبتني أبداً، فقلي يلا إذا في شي ما بعرفه. احكي شي، في شي أنا ما بعرفه؟ لا ما في شي. لا تروح لك. اسمعي، أنا قلتلك من قبل نحن بهالبيت عيلة ومرتبطين ببعض كلياتنا، وفيلدان وبنتها من عيلتي كمان، وأنا المسؤول عن سلامتهم طبعاً، ومسؤول عن سلامة أي حدا بهالعيلة، مثل ما أنا مسؤول عن سلامتك أنت كمان. أنت لا تفكري بشي هلأ، فكري بابننا وبس. ماشي، يلا ادخلي. يلا أصلي. يلا روح.
شكله تأخر كتير. ليكو إجا. أهلين. رد على التليفون وقت بدي أقول لك. جنكيز يا أخي. رح أعطيك حصتك. تفضل. هاي دير بالك وما بدي مشاكل. خود انتبهوا على حالكم لأنه الوضع مو منيح. ولا يهمك. خلص ماشي. شايف كيف؟ قلك رح يجي. هاي قول. هذا جنيد هرب مو بالفندق. شلون هرب فهمني؟ شو حضراتكم كنتوا نايمين؟ ها؟ بده يطير من الفندق؟ أخي والله ما بعرف. شو فرهاد؟ قالوا عابدين طار جنيد. شكلهم الشباب ناموا. لا الله يلعنه تفه. أي بيلبس تنورة حتى يهرب. على كل حال أنت بالبيت صح؟ أي أنا بالبيت. تمام. أنا حاطط له كاميرا عنده. افتح لي الكمبيوتر وشوف لي شو مصور. أكيد هو عنده شي جاسوس. منلاقيه بس عرفنا مين هو. ماشي ماشي فرهاد. ست هندا. خير شو؟ شو يعني خير؟ بنتك تركت البيت وأخذت بنتها معه وما بنعرف وين راح وأنت عم تقولي خير. معقول أنت مالك مهتمة؟ ليش لازم قلك كيف بدي أتصرف أو أسألك عن بنتي؟ لا أكيد ما رح تسأليني إلي صح؟ بس فيلدان عندها مشكلة وأنت بتعرفي منيح شو مشكلتها ما هيك؟ إيه مشكلة فيلدان واضحة كتير لأنه بالأصل ما عندها مشكلة. لا فيلدان عندها مشكلة ومن يومين تصرفاتها غريبة. لكن ليش أخذت بنتها وطلعت من البيت؟ ليش؟ بنتي هي ملت وراحت. هي حرة ويمكن هي عم تهرب من شي. مثلاً ممكن يكون هالشي أنت بتعرفي. دائماً بتهرب وبترجع. أنا بشوف إنه أنت لا تشغلي بالك بفيلدان أبداً. ومرة تانية لا تحاسبيني أبداً. ست نيفين؟ مبين انك مو تعبان اليوم. كتير منيح. يلا يلا خليني اشوف وشك بقى. انت بتعرفي انه القصة مو بسيطة مثل ما كان عم يقول ابنك ولا هيك صار مزبوط؟ في شي ورا يلي صار وانت بدك تخبريني عنه. روح من هون يلا. اجيت من كم يوم وما بعرف انت مين. يلا برا. ليش عصبتي هيك؟ انت مالك علاقة فيني وانا ما عندي شي إلك يا. عندك. انت عم تكذبي. مخبي شي مهم. قول اللي بدك يا. وشو يعني؟ انت ما عندك دليل. ما في مشكلة. حفيدك عم يبيع المخدرات برا ويسمم الناس وانا نائب بالدولة. لنشوف إذا أنت رح تسكتي بس نمسكه. وعم تهددني كمان؟ عميل اللي بدك يا مالي خايفة. يلا روح بطريقك فوراً. روح من هون. امشي. ليش واثقة لهالدرجة؟ رح نلتقي.
فرهاد انت شو عم تعمل هون؟ اجمعي اغراضك يلا. ليك فرهاد قصدي نايمة جوا وما بدي ارجع على البيت. ما بدي عيد، انا بالسيارة. ما سمعتني؟ قلت لك ماني راجعة على هداك البيت. اسمعي انا مالي ذنب اللي صار مبارح، عم تفهمي؟ اتنيناتنا فهمنا هالشي وخلصنا. هذا الشي الحقيقي والصعب، صعب نتقبله، بس ما بدنا ننزع حياة البنت. أنا فكرت منيح فرهاد، كتبت لك كل شي برسالة كأنه ما قريتها أنت. رسالة شو؟ ما قريت ولا رسالة. ماشي بتقراها بس ترجع، هي بخزانتك. بخزانتي أنا؟ إيه؟ ست أصلي انت منيحة؟ موجوعة شوي، وين الدواء اللي باخده؟ ما لقيته، حطيته بغرفتك بالخزانة. فيلدان راح. شوفي صار شي؟ انتي ما هيك؟ انتي اللي ساعدتي لجنيد؟ طلعتي انتي هي جاسوسة؟ كيف عملتي هيك فينا يا جلسوم؟ انت كيف عملتي هيك؟ لك ما خجلتي من حالك لما رحتي وساعدتي؟ مشان الله ما خجلتي؟ عبدين بترجاك بس اسمعني. يعني شو بدي اسمع جلسوم؟ شو بدي اسمع؟ نحن عم لاحق جنيد وانت حضرتك عم تساعدي من ورانا؟ هاد اللي بدك اسمعه؟ شو بدك اسمع؟ الشغلة غصبا عني، بترجاك تسمعني يا عبدين. خليني صدق انه غصبا عنك، انت كيف تقدري تعملي هيك جلسوم؟ ها؟ انا بحرق العالم كرمالك، بحب اعطي اخر نفس لك، انت مشان الله كيف قدرتي تعملي هيك؟ يعني ما حسيتي انه هالشي مو منيح بحقي؟ معقول ما فكرتي فيني؟ ليش عملتي هيك؟ انا مستعد ضحي بحالي كرمال ما تزعلي. لك خدي عمري بس ليش هيك؟ اسمعني بكفي، اسمعني. هو هددني، رح يقول انه نجدت ابنه لإلك ولفرهاد ورح يقتلني فرهاد بس يسمع. ما كان عندي حل تاني، حاولت اهرب اكثر من مره بس ضل يهددني، ضل يهددني، وانا لهيك خفت كثير. عم تفهم انا خفت منه؟ واكثر شيء خفت مشانه انه ضيعك الك انت. قلت اذا عرف عابدين بهالشي ما بقى راح يحبني. شو كنت بعمل؟ قل لي شو بعمل، شو كنت بتعمل لو انت محلي؟ احكي. انا بحبك ورح ضل حبك شو ما صار جلسوم، سمعتيني؟ لو شو ما صار. وشو مشان أخي؟ أنت قلت له شي؟ قلت له أنه أنا اللي ساعدته لجنيد؟ قلت له أنه ما في حدا، حليت للقصة، لا تخافي. ايه فرهاد، قل لي انت فتحت التسجيل شي؟ ما في داعي تشوفه فرهاد، انا اللي ساعدت جنيد. كيف ساعدته؟ شو هالحكي اللي عم تقوله انت؟ هاد يلي صار، انا جاسوس. ايه لوين يا حلو؟ اهدى اهدى يا ابني اهدى. اللي انت بعتك نامق ما هيك؟ قول
نامك أمير خان بعتك؟